يهمنا اول حاجه الفيرال هيباتايتس. فيرال هيباتايتس في عندنا خمس انواع A B C D E، بس احنا هنتكلم عليهم بصفه عامه الاول. احنا عندنا ديفينيشنز لازم نتفق عليه. كلمه اكيوت يعني ايه؟ يعني less than 6 months. عيان عنده acute hepatitis اقل من 6 شهور يبقى ده اسمه acute viral hepatitis. لو كانت اكتر من 6 شهور يبقى ده اسمه ايه؟ chronic hepatitis. يبقى هنا ريحناكم، كان زمان في chronic persistent وchronic مش عارف active وchronic ايه؟ كل ده اتشال، ما بقاش في عندنا غير تو ترمينولوجي، اكيوت اقل من 6 مانس وكرونيك اكتر من 6 مانس. اكيوت هيباتيك فيلير او بالمنت هيباتيك فيلير، اكيوت هيباتيك فيلير از ماسيف هيباتيك نيكروزس ويذين 8 ويكس. بالمنت هيباتيك فيلير اللي هو ويذين ذا سيم ادمشن، يعني العيان بيدخل النهارده ثاني يوم تلاقيه على طول دخل في هيباتيك انفلوب. Clinical evaluation of any acute viral hepatitis زي acute virus بيحصل فيها ايه؟ اول حاجه بيحصل لي البروجرامال فيز. البروجرامال فيز ده مالوش كاركترستكس في الفيرال هيباتايتس، عنده بيبقى عنده نوزيا، ماليز، يعني تعبان، عنده فتيج، ممكن احيانا بيبقى فيه معاه شويه بروريتس، معاه شويه ارثرالجيا، يعني زيه زي اي سور ثروت اي فيرال ايلنس. مفيش عندي جوندس اهو لو تلاحظ. ليه؟ لان الفيروس لسه ما خربليش الليفر، يعني ده بدايه دخول الفيروس. والبرودرومال فيس ده احيانا بيتراوح ما بين 2 to 1 week to 2 weeks. الاكتريك فيس بقى ده هنا بقى خلاص الليفر انفليمد وحصل كومبريشن على البايل كانالز والبايل كانيكولاي، حصل عندي كوليستيزيس. لما حصل كوليستيزيس طلع البيلروبين في البلاد، عيان بقى جوندس. يبقى العيان هنا بقى جوندس. يبقى لما تشوف العيان عنده جوندس وسسبكتنا اكيوت فيرال هيباتايتس يبقى امتى الديزيز؟ على الاقل بقاله اسبوعين، يعني مش يعني انا بشوف عيانين عندهم جوندس ويجي الدكتور يقول لي ده اكيوت فيرال هيباتايتس، اقول له يعني اكيوت يعني امتى حصل انفكشن؟ يقول لي ده اكيوت ده لسه حاصل. طب ازاي هو جوندس ولسه حاصل؟ لا، لما يبقى في عندي اكتريك فيز يبقى لازم يكون العيان عدى بالبروجرامال فيز الاول، يبقى لازم يكون عدى سيفرال دايز بيفور كامينج وذ جوندس دارك يورين. دارك يورين عيان بيقول لك اللون البول بقى تي كولرد او هاي كولرد يورين فولود باي هيل كولرد ستولز. هنا حصل عندي كوليستيزيس وحصل عندي فورم اوف obstructive جوندس. In addition to the predominant gastrointestinal symptoms and malaise, patients become ectric and may develop right upper quadrant pathomegaly. ده اللي هو الفيز الاكتريك فيز اللي احنا معظم العيانين بيجوا لنا فيه، لانه ما بيجيش في القصه دي. احيانا العيان بيدخل بقى هنا في pulmonary hepatitis. pulmonary hepatitis يعني انت مدخل العيان المستشفى، تلاقي تاني يوم العيان دخل في هيباتيك انفلوباثي، ابتدى يحصل له الفلابنج تريمول استريكسس وكل بقى المانيفستيشن اوف اكيوت ايه هيباتيك انفلوباثي بيتر هيباتيكس وبالمر اريثيما والحاجات اللي احنا عارفينها. بيدخل في الهيباتورينال سندروم. طبعا الهيباتورينال سندروم ده عندنا تو تايبس، تايب 1 وتايب 2، وبيحصل بقى كمان بليدنج دايكيسس، بيحصل كواجلوباثي برونج بي تي، الكلام اللي احنا عارفينه بتاع الفالمنتايتس. It's very severe disease with high mortality. لو العيان عدى من قصه الاكيوت فيز دي ودخل كمل بقى 6 شهور بيتحول لحاجه اسمها كرونيك هيباتايتس. كرونيك هيباتايتس سين كومنلي في اني ديزيز، هيباتايتس بي ولا سي ولا اي ولا اي؟ لا، الاجابه الصحيحه هي هيباتايتس سي. 80% of patients with hepatitis C they develop chronic hepatitis. طب امال الجماعه بتوع الهيباتيتس بي كام في الميه؟ 20% of adults. انما لو كانوا children يكون اكتر. مهم جدا في الهيباتيتس بي اعرف الايج اوف ذيس بيشنت. احنا يهمنا كانترن ميديسن في الادلت 20% they develop chronic hepatitis. لكن مين اكتر اللي بيحصل له malignancy؟ السي ولا البي؟ البي بيحصل له malignancy اكتر، هيباتوسيل كارسينوم. طيب some are asymptomatic or have mild symptoms.
Others may only present with late complications like cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Physical exam, العيان بيكون عنده low grade fever, أي viral illness بيكون عنده low grade fever. العيانين اللي عندهم chronic hepatitis ما بيبقاش في fever most of the time. بيكون في vomiting و upper quadrant pain و anorexia. العيان بيجي يقول لك أنا بشتكي من ألم في البطن ما بقدرش أحط حاجة في بطني، كل ما آكل حاجة أرجع. يبقى ده you have to suspect الهيباتيتس. طبعا الالكتريك فيز اللي هو most of the time اللي بيخلي العيان يجي انه حد من اهله بيقول له انت عينك صفرة لازم تروح للدكتور، يبقى الاكترس of the sclera, mucous membranes or discoloration of the tympanic membranes. يبقى ال yellowish discoloration بنشوفها في السكين، في الميوكس membrane، في السكليرا، في التيمبانيك membrane. ليه بقى احنا بنركز على القصه دي؟ مش اي يلوش ديسكلاريشن يبقى اسمه ايه؟ جوندس. ليه بقى؟ لان لو اليلوش ديسكلاريشن في السكن بس السكليرا نورمال، التيمبانيك ممبرين نورمال، يبقى ده اسمه ايه الديزيز ده؟ كاريتونيميا، اللي هو بياكل جزر كتير، يحصل له نفس اليلوش ديسكلاريشن بتاع الجوندس بس ما بيبقاش جوندس. يبقى مهم جدا ان احنا نفرقها، نشوف السكليرا، بنبص على السكليرا واحيانا بنبص على التيمبانيك ممبرين. طيب the skin may be jaundiced and may reveal urticaria rashes. طبعا احنا الارتكاريا rashes دي كلنا على طول اول لما بنشوف ارتكاريا بنقول the bile salts او bile acids. لا، احنا احيانا بنشوف الارتكاريا rashes او pruritus من غير ما يكون في obstructive jaundice. Liver may be tender and diffusely enlarged with a firm, sharp, smooth edge. Firm, sharp, smooth edge. تحسها في ال right lower, the right quadrant. ما يكون liver enlarged. يكون أكثر من 12 سم. Liver span. Lab studies. ال LFTs. إيه هي ال liver function test. عندنا اللي هو ال ALT وال AST بيكون elevated. ال ALT بيكون elevated more than the AST في ال viral hepatitis. مال انت الـ AST يكون اكثر من الـ ALT في الالكوهوليك. تمام كده، برافو. الالكوهوليك هيباتايتس الـ ALT في الاكيوت هيباتايتس بيكون مور ذان 1000. لما نيجي نبص على الاميون هيباتايتس، الاوت اميون هيباتايتس، هنلاقيه كام؟ في الميات، يعني 200 300 هو نورمال لغايه 40 تقريبا على حسب المعمل، لكن في الالفات يبقى في الاكيوت هيباتايتس، في الميات يبقى ده في الاوت اميون هيباتايتس. طيب ايه تاني بنشوفه؟ الكرونيك هيباتايتس سي عاده الـ ALT بتكون نورمال، لكن احيانا بنشوفه elevated. وده طبعا ايام ما كنا بندي انترفيرون، وانترفيرون وريبافيرين للهيباتايتس سي مهم قوي ان احنا نشوف الـ ALT، وكان بينزل عليه اسئله كتير في الامتحانات. لكن دلوقتي مع الجروب الجديده بتاعت الهيباتايتس سي ما بقيناش نهتم بالشكل الكبير. اليورين اناليسيس احيانا بنشوف البيليروبين لو كان جاي في الاكتريك فيز. سيرم بيليروبين بيكون elevated لما بيكون عيان جوندس، واحيانا بيكون higher than 30 ملي جرامز. اقل من 30 ملي جرامز ما بنشوفش الجوندس حقيقه يعني. الكاين فوسفاتيز بيكون elevated لما يكون هيباتو هيباتيتس ولا هيباتو كوليستاتيك. بيكون كوليستاتيك والكاين فوسفاتيز البيتي او البرفورمد تايم از برولونج. امبيرد سينثيتك فانكشن زي ما احنا قلنا، امبيرد سينثيتك فانكشن اوف ذا ليفر بيدينا امبيرد برولونج بي تي. الكيدني فانكشن بقى اللي هي اليوريا والكرياتينين، ديكريز رينال فانكشن سجست بالمننت هيباتيك ديزيز. ده بيدينا الارم هنا، والعيان ده لازم يدخل intensive care unit ويحصل له monitoring ونبدا التريتمنت. سيرم امونيا، سيرم امونيا الحقيقه يعني ملهاش كلينيكال بينفيتس، وده هنتكلم عليه في بارت 2 اكتر. لكن هنا في بارت 1 لازم نعرف ان السيرم امونيا in patient with AMS or other evidence of hepatic encephalopathy ده بيكون السيرم امونيا بتكون elevated، لكن ما هياش suggesting hepatic encephalopathy. ال CBC بيبقى فيه احيانا ليمفوسايتوزس نتيجه الفيرال انفكشن.
common cause of acute hepatitis is hepatitis A. لو نيجي نتكلم بقى على الفيروسز واحد واحد بسرعة كده كل واحدة ناخده سريع. hepatitis A بنشوفها كتير في مصر بنشوفها كتير برضو في الفار ايست يعني في الميدل ايست وفي الفار ايست بنشوف الهيباتيتس A وهي يعني الهيباتيتس A المود اوف ترانسميشن عبارة عن ايه؟ فيكال اورال يبقى دي ليها علاقة بالايه؟ بالكلين والهايجين طالما كلين وهايجين يبقى اكتر فين؟ بالاندفلوب كونتري كومبيرد تو ذا ديفلوب كونتريز يبقى احنا هنا الهيباتيتس A اتس ا ديزيز of developing or undeveloped country اللي هي دول العالم الثالث يكون الهيباتيتس A منتشر فيها اكثر يكون الحقيقه الهيباتيتس A virus itself is RNA virus single strand RNA من مجموعه البي كورنا فيريدي the incubation period is around 2 to 7 weeks عيان بيجي بايه بنفس البرودروم برودرومال سيمبتومز abdominal pain vomiting ولو لحقته قبل الاكتيريك فيز ما بتشوفش الاكتيريك فيز ال ALT وال AST بيكونوا elevated and usually return back after the acute infection high risk of travelers طيب في عندنا vaccinations في عندنا passive immunoglobulins في عندنا vaccination hepatitis A ودي بنعملها ريكومنديشن للترافلرز تو انديميك اريز طيب ديزيز لما بيجي عيان عنده هيباتيتس ايه بتعمل له ايه تدي له تريتمنت ولا حاجه سبورتيف يعني ايه سبورتيف يعني اذا كان مش قادر ياكل بندي له اي بي فلويدز وبندي له فيدنج والسيمبتومز بنعمل لها سبورت والليفر بنعمل له سبورت لغايه اما الفيروس ياخد وقته ويمشي يبقى ده الهيباتيتس A مفيش منه مشاكل السؤال اللي بنساله بيتسال كتير بالنسبه للهيباتيتس A اللي هو سؤال ترافلرز يو هاف تو سبورت الفاكسينيشن والاميونوجلوبولينز والسؤال الثاني اللي هو الكرونيك ستيت هل بيحصل كرونيك انفكشن هيباتيتس A نو ذير از نو كرونيسيتي فور هيباتيتس A بس بيجي لنا بايه Hepatitis A acute viral infection. طيب diagnosis ازاي؟ بطلب له ال hepatitis A antibodies. Antibodies IgG و IgM. أي واحد اللي هو indicating ال acute infection. Hepatitis A IgM. Okay? طيب ادي ال hepatitis A time course of infection. في عندي ال IgM بيطلع يعني لو كان ال infection حصل في 0 point هنا. بعد 2 to 4 weeks بيبتدي يطلع لي ال IgM بيحصل له بيك في 6 weeks وبتدي ينزل بعد بيطلع simultaneously ال IgG بيستمر ال IgG وهو ده اللي بيديني immunity طيب نيجي بقى على hepatitis C هذه الفيروس hepatitis C virus looks really very bad virus this is the virus that's causing a lot of problem in Egypt يعني الحقيقه مصر من الدول اللي بتعاني من الهيباتيتس سي فيروس لكن الحمد لله مع النيو تريتمنت قدرنا تقريبا شبه نتخلص يعني في سنه 2020 احنا متوقعين ان مصر تكون هيباتيتس سي كومبليتلي فري يبقى هنعمل ايراديكيشن للفيروس اللي احنا شايفينه ده فيروس ضايقنا سنين طويله جدا واحنا بنعاني منه في مصر الحقيقه لانه في تقريبا around 5% of Egyptian population are infected with hepatitis C virus according to the statistics هو طبعا hepatitis C مفروض ان هو يكون around 1% لاي population بس هو منتشر جدا في مصر لسبب او لاخر وطبعا في theories كتيرة للموضوع ده اهمها ان احنا عارفين ان the mode of transmission of hepatitis C is by انترال ولا بارنترال؟ بارنترال انجكشنز يبقى الانجكشنز هي مشكله الفيروس سي طيب لو جينا اتكلمنا عن الهيباتيتس سي فيروس هنلاقي ان هو سبيريكال انفلوب سنجل ستراندد ار ان اي يبقى اي وسي ار ان اي عشان كده احنا عدينا بي يعني بعد اي المفروض نتكلم على بي بس ما اتكلمناش على بي ليه؟ لان بي ما هواش ار ان اي
بي دي ان اي فيروس، يبقى السي والاي والاي ار ان اي فيروسز من الفلافي فيروس جينز. Incubation period around 7 to 8 weeks. 170 million infected worldwide. It's the major cause of chronic hepatitis in UK. ودي طبعا سؤال مهم جدا بيتسأل كتير. ليه؟ لأن معظم الناس متخيلين الهيباتيتس، الكورونيك هيباتيتس في UK هي الكومنست كوز. الناس متخيل الألكول، لا، هو الهيباتيتس سي. فدي طبعا سؤال مهم جدا، وطبعا الاكزامينرز بيتضايقوا لأنه بيقول لك مش كل الإنجليز الكوليك هيباتيتس، لا، في أيضا أذر فاكتورز بتأثر على الليفر. البارنترال ترانسميشن عبارة عن IV drug users, sexual transmission and from mother to fetus. يبقى أي حاجة فيها blood بيتنقل عندي الهيباتيتس سي. ال IV drug users دولت هم أكتر مجموعة بينتشر فيهم، وخاصة إن إحنا دلوقتي الدراج أبيوز منتشر جدا في جميع الدول الحقيقة، يعني حتى في أمريكا نفسها في عندنا مشكلة كبيرة في ال IV drug use. الميدل إيست مشكلته كبرت جدا وفي epidemic of IV drug abuse، فبالتالي ال sharing of needles بيعمل لي transmission of hepatitis C بالإضافة ل other diseases اللي احنا عارفينها زي ايه، زي ال HIV برضو بيحصل ال IV. طيب الناس التانية بقى اللي هي ما بتستخدمش drugs مشكلتها في ايه؟ shared needles. كان زمان قبل ال needles البلاستيك دي كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحقنة ويدوها من واحد للتاني من غير ما يغيروا الإبرة، وده طبعا بيعمل spread of hepatitis C. Most common indication for liver transplantation هو chronic hepatitis C، لأن احنا قلنا 80% of patients develop chronicity. طيب الهيباتيتس C بقى الجينوتايبس، احنا سمعنا عن الجينوتايبس، يعني ايه؟ يعني الهيباتيتس C مش كله نوع واحد، في أنواع، مش كده؟ طب ايه النوع الموجود في مصر؟ اهو الجينوتايب 4 اللي هو لونه ازرق، لونه ازرق الجينوتايب 4 هو اللي منتشر في مصر. واحنا طبعا يهمنا نعرف الجينوتايب ليه؟ لان ما كانش كل الجينوتايب بيستجيب للتريتمنت القديمه اللي هي الانترفيرون والريبافيرين. لا دلوقتي بقينا خلاص ما بقيناش نهتم بالجينوتايب، لكن برضو معلومه الجينوتايب دي مهمه ان احنا نعرف الديستريبيوشن. زي ما احنا شايفين الجينوتايب 4 موجود في الميدل ايست، لكن الجينوتايب اللي هو منتشر في الدول الغربيه، يعني مثلا في UK في عندنا تقريبا 50% جينوتايب 1B و around 30% جينوتايب 1A. يبقى الجينوتايب المنتشر في UK اللي هو جينوتايب 1، ال USA برضه جينوتايب 1. يبقى الجينوتايب 1 developed world، جينوتايب 4 developing world او undeveloped world. هو مش مشكلته مش في الاخطر، يعني السؤال بيساله الدكتور انه which virus is more dangerous، هو مشكلته انه which virus respond to the treatment. احنا كانت معظم الدراسات للاسف الشديد ان most of the drug companies are working in the west، فكانوا اصلا بيعملوا retargeting genotype 1، فعشان كده كانت المشكله بالنسبه لنا ان احنا بنواجهها انه الانترفيرون والريبافيرين كان تقريبا السستين فيروس ريسبونس ما بيعديش 50%، ده بالكتير خالص في الجينوتايب 4. فبالتالي ده تغير الكلام ده مع النيو تريتمنت الحمد لله، وما بقاش ما بقيناش نهتم بالجينوتايبس. يوجوالي كلينيكالي مايلد ديزيز، الكلينيكال بيكتشر بتاعته مايلد ديزيز، يعني العيان ما بيبقاش سيفيرلي ديزيز. هو الفيروس يعني بيدخل الجسم ما بيعملش مانيفستيشن جامده. فلكتويتنج اليفيشنز اوف اي اس تي اند اي ال تي، احيانا بنلاقي الاي ال تي زايد 20%. they may develop cirrhosis اللي هم من ال 80% اللي بيتحولوا لكرونيك هيباتايتس، و 50% of the 80% will develop chronic hepatitis and the rest will clear the virus. يبقى مش كل عيان بيجي له acute hepatitis بيتحول لكرونيك، لا، ده في نسبه بتقدر تتخلص من الفيروس كومبليتلي. Incubation period is around 15 to 150 days. دي طبعا بتهمنا جدا في حاله ايه؟ حاله الايتروجينيك نير ستيك، يعني انت كدكتور بالرغم ان احنا بنستخدم جميع البريكوشنز، لكن احنا بنستخدم شارب
شارب اوبجكتس. طيب انت لو دلوقتي بتدي بتعمل سنترال لاين ولا بتعمل بروسيجر بيزك بروسيجر عيان عنده هيباتيتس سي ولا قدر الله حصل بلاد اكسبوجر يعني، وخاصه دكاتره النفرولوجي الهيباتيتس سي منتشره جدا، وانتم بتركبوا السنترال لاين ولا بتركبوا الدياليسيس كاثيتر ممكن يحصل شكه. فاحنا طبعا يهمنا الدكتور ده بيجي يسالني يقول لي طب انا استنى لغايه قد ايه لغايه اما الاقي الانتي بوديز اعرف اذا انا تحولت سيرو كونفرتد ولا لا. بيكون مينيمم 2 ويكس مش من قبل 2 ويكس يعني. بنعمل طبعا احنا بناخد البلاد، نعمل بناخد بلاد ويدرول، بنشيك على الفيروس ات زيرو تايم، وبعد كده بنقول له تعالى لنا بعد اسبوعين وبعد شهر وبعد ثلاث شهور علشان نشوف السيرو كونفرجن. With symptoms developing anywhere from 5 to 12 weeks after exposure. The incubation period is these symptoms. يعني هو ممكن يحصل incubation period من 15 to 150 days, but later on the symptoms may develop from 5 to 12 weeks. طيب الدياجنوزز بقى يهمني الدياجنوزز عشان اشوف اذا كان الفيروس ده تريتابل ولا نوت تريتابل. في عندنا اللي هو الانتي هيباتيتس سي فيروس انتي بوديز، عندنا الانتي بوديز ما عندناش انتيجين. يعني في الهيباتيتس سي ما بنعرفش نشوف الانتيجين، بنشوف الايه؟ الانتي بوديز. طيب الانتي بوديز دي does it distinguish anything؟ does it tell me is this acute or chronic infection؟ لا ما بتفيدنيش بحاجه خالص. تقول لي العيان ده exposed، حصل له exposure، ما اعرفش بقى اذا كان acute ولا chronic. ال انزيم اميونو اساي انتيبوديز against core protein and non-structural protein may appear 3 to 5 months but again برضه non-specific. يبقى انا بعمل ايه علشان اتاكد من الديزيز؟ بشيك على الفيرال لود. بعمل ايه الفيرال لود؟ بي سي ار. بي سي ار ده في بشيء اللي هو البوليميريز تشين رياكشن، بيشوف الفيرال ار ان اي نفسه بتاع الهيباتيتس سي وبيديني حاجتين، يا اما كواليتيتيف يعني بيقول لي اذا كان في فيروس ولا ما فيش، يا اما كوانتيتيف. مهم جدا هنا ان انا بعمل البي سي ار على ايه؟ السامبل اللي انا باخدها باخدها منين؟ باخدها من الليفر ولا من البلاد؟ من البلاد. يبقى انا بشيك على الفيروس اللي هو شيدنج اوريدي فين؟ في البريفرال بلاد. بس احيانا يكون الفيروس مستخبي في الليفر ومش طالع في البلاد، فالبي سي ار مش هيبينه لي. عشان كده احيانا كتير قوي زمان كنا بنشوفها لما كنا بندي الانترفيرون والريبافيرين نطلب البي سي ار يطلع ايه؟ undetectable، يقول لك خلاص انا خفيت. هو الفكره كلها ان الفيروس موجود في الليفر، ما كناش بنعمل الليفر بيبسي نعمل عليها بي سي ار، كنا بناخد السامبل من البريفر بلاد. نيجي بعد كده نوقف التريتمنت نلاقي الايه؟ الفيروس رجع تاني. فدي كانت مشكله كتيره، عشان كده اتكلمنا على حاجه اسمها اس بي ار اللي هي سستين فايرال ريسبونس. يبقى مهم جدا ان انا اعرف امتى اطلب البي سي ار، لو انا عايز اطلب كواليتيتيف او كوانتيتيف. يعني ايه كوانتيتيف؟ يعني اشوف عندي كم كوبيز، كم نسخه من الفيروس موجوده علشان احدد التريتمنت. كواليتيتيف بس اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف. طيب نيجي نتكلم بقى على التريتمنت. احنا قلنا طبعا من زمان مشكلتنا مع الانترفيرون والريبافيرين انه السستين فيروس ما بيعديش 50%، وطبعا يعتمد على الجينوتايب، والجينوتايب 4 كان البور رياكشن، وكانت الدرجز غاليه وما كناش بنقدر نوفرها لمجموعه كبيره من العيانين. طلعت بقى درجز جديده اللي هي بتشتغل في جزء منها ابروفد باي الاف دي اي وفي جزء منها لسه نوت ابروفد. طيب احنا عندنا الجينوتايب 1 اللي هو منتشر في الويسترن وورلد امريكا وانجلترا، هي هي الدرجز اللي بنستخدمها او السوفير اللي هو السوفالدي موجود ونت ابروفد. الابروفد بالاف دي اي السوفالدي 400 ملي جرام ديلي مع ريبابيرين. طيب الجينوتايب 2 برضو اهو سوفالدي موجود، جينوتايب 3 سوفالدي، جينوتايب 4 سوفالدي. هو سوفالدي سوفوستوفير. الكومبانيشن بقى ما بين السوفوستوفير
مع الدكتلفير ده بنسميها الهربوني. هربوني ده طبعا الحقيقه السستين فايروس ريسبونس وصل ل 100%. اتعملت دراسات، ومنها دراسات اتعملت هنا في الميدل ايست، اتعملت في مصر ايجيبت، وان اوف ذا ميجور ستاديز اسمها اوزاريس تراير دي برضه، اللي هو اهو السوفالدي اهو جبته لكم. من امتى طلع السوفالدي ده؟ عشان برضه بنتكلم عليه في التاريخ، تاريخ اهو انا جاي اجيب لكم التاريخ. 2014، يعني 4 سنين واحنا عندنا السوفالدي. مشكلته طبعا ان هو كان طالع غالي جدا، لغايه اما الحمد لله طلعت التشاينيز فيرجن والانديان فيرجن اوف سوفالدي، قدرنا نوفر التريتمنت دي لميجور ميجور عيانين كبيره جدا عندهم الهيباتايتس. لو جينا بصينا بقى على الهربوني اللي هو الكومبينيشن، هنلاقي الريسبونس سستين فايروس ريسبونس كام؟ تايب 4 100%. يعني انت دلوقتي مرتاح نفسيا. احنا طبعا ايام ما كانش فيه تريتمنت كانت مشكله ان انت بتواجه عيان بتاعت السي مش قادر، مش عارف تعرف ومش عارف. طبعا احنا عايزين نعرف انه لسه برضه بالرغم ان احنا عندنا السستين الاس بي ار عالي واصل 100%، احنا بنشتغل على ايه؟ الدرجز دي بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على الفايرال ريبليكيشن. يعني هي مش بتموت لي الفيروس نفسه، لا، هي بتسيب الفيروس الجسم هو يشيله، بس هي بتمنع ان الفيروس ده يحصل له ريبليكيشن. يبقى برضه لسه انا متخيل واتوقع وناس كتير متوقعه انه في خلال السنين اللي جايه هنشوف برودكت او دراجز زي ما كنا في 1920 كده. البنسلين طلع اول لما طلع كان بيدمر البكتيريا، بيعمل ديستركشن للسيل وول. احنا عايزين دراج ايراديكيت ذا فيروس، نوت تو ستوب ذا ريبليكيشن. طبعا لسه ما طلعش الكلام ده. طيب خلصنا من الهيباتيتس سي. الهيباتيتس اي زي الهيباتيتس اي. الهيباتيتس اي عباره عن ايه؟ عباره عن فيكال اورال ترانسميشن. طب ايه مشكلتها؟ هي ار ان اي فيروس زيها زي الهيباتيتس اي والهيباتيتس سي. مشكلتها انه بيحصل الاوت بريكس مينلي في الديفلوبينج كونتريز، يبقى لازم برضو اخلي بالي من ترافلرز. والسيمبتومز اوف اكيوت هيباتيتس بتكون مايلد، لكن في مشكله كبيره جدا بتواجهني مع الهيباتيتس اي اكتر من الهيباتيتس اي. ايه هي؟ انه الكيس فيتاليتي بتوصل ل 4%. يعني ده ما هواش ديزيز بتاع زي فود بويزنينج او كونتامينيشن، لا، ده انا عندي مشكله في الفيتاليتي، في عندي مورتاليتي 4%. السؤال اللي بيتسال بقى، مين الناس اللي هم هاي ريسك فور هيباتيتس اي؟ بريجننت وومن. يبقى هنا بريجننت وومن جايه هيباتيتس، لازم اتاكد ان ما هياش هيباتيتس بي، علشان بيحصل لهم هاي هيباتيتس بي. هيباتيتس بي فيروس از اراوند 2 بليون بيبل وورلد وايد.